الاستعدادات التجارية شيخ نور هنا، استعدادات تجارية للحفل. السلام عليكم، هذا المدخل الآن هنا يستقبل الناس. السلام عليكم. السلام عليكم أخي كمال، قلنا اش راكم ديروا؟ سيستر واي يو دوين هير توداي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we have a Quran finishing ceremony and we are welcoming the parents and we are giving them chocolate and nearly we complete 25 years. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you sister. Thank you. شيخ كمال قلنا اش راكم تعملوا اليوم في الصباح هنا الآن؟ نعم. اش راكم تعملوا الآن؟ هذا اليوم هو الاحتفال بنهاية السنة وتوزيع الجوائز وتكريم الطلبة والأساتذة وأولياء الأمور أيضا. هذه تعطى لأولياء الأمور تعبيرا على ترحيب. نعم. واحدة نعم تمام شاء الله. فيك بارك الله. شكرا. جزاك الله خيرا وشكرا على وجودكم معنا. شكرا. نحن مسرورون جدا. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ يونس، حياك الله، كيف حالك طيب؟ الحمد لله، الله يفتح عليك، بارك الله فيك. كيف تقيمون تجربة مدرسة نور الهدى القرآنية بعد ربع قرن من العطاء؟ بحمد الله سبحانه وتعالى مدرسة نور الهدى القرآنية يعني قاربت الآن على ربع قرن، 25 عام ما شاء الله، وبدأت في عام 1998. هذه البداية التي بدأت بها المدرسة كانت عبارة عن فصل واحد، عبارة عن حلقة واحدة تعليمية، وهذه الحلقة التعليمية كان لا يتجاوز العدد فيها 10، ما بين 10 و15 يعني طالب وطالبة. ما شاء الله ما شاء الله. فالآن التجربة أو التقييم التجربة التعليمية عندنا الآن العدد بالنسبة للمدرسة ككل، العدد الشامل بفروع المدرسة يشمل 1190 طالب. ما شاء الله. 190 طالب في كل فروع طبعا، في كل المدرسة. نعم بفروعها. نعم. عندنا 3 فروع، فرع في بلانشستاون دبلن 15 وفرع في بورتليش المركز الثاني في بورتليش. فتنظر الآن إلى أن المدرسة بتطورها ما شاء الله، الآن نحتفي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ب111 حافظا من كتاب الله سبحانه وتعالى، حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى عن ظهر قلب كما يقال. ما شاء الله. مع وجود كل الخاتمين الآن نحتفي بهم ب3 حفلات في المدرسة. في السنوات الماضية كنا نعمل حفل واحد فيشمل الحفل في الغالب عدد الطلبة يكونون فيه، يعني كل الحفل يكون فيه 300 طالب أو 400 طالب أو 500 طالب. الآن حتى الصالة بالنسبة للمركز ما تكفي أصلا، لا تستوعب الطلبة. فعندنا الحفل الأول 3 حفلات، الحفل الأول فيه 350 طالب، الحفل الثاني فيه 360 طالب، الحفل الثالث فيه 400 طالب. فانظر الى هذا العدد المهول من الطلبة بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في ابنائنا وان يكون لهم ثمرة تشع في هذا البلد باذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير، شكرا. الله يفتح عليك. وهذه شجرة الخاتمين، صراحة أعجبتني هذه الفكرة، شوف كيف حطوا كل الأشخاص الذين ختموا القرآن في مدرسة نور الهدى القرآنية بالعاصمة الأيرلندية دبلن، كلهم حطوهم في هذه الشجرة، فكرة رائعة صراحة. سألتهم عن عدد الخاتمين الذين ختموا القرآن منذ أن فتحوا هذه المدرسة القرآنية هنا، قالوا 111 خاتما. كما ترون فيه رجال ونساء أطفال جميع الأعمار جميع الأعمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، مدرسة نور الهدى القرآنية أسست سنة تقريبا 1999 إلى اليوم سنة 2024، تقريبا 25 سنة من التأسيس. وهي يعني رؤيتها هي مثل رؤية دار الأرقم لم الأرقم، وهذه دار دبلن، دار نور الهدى دبلن، من دار الأرقم لم الأرقم إلى دار نور الهدى بدبلن، 25 سنة من العطاء
وتكوين الجيل الفريد كما كان هو نظرة كما هي نظرة المدرسة ما شاء الله. ويعني رؤيتنا هي مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يربي الصحابة الكرام على حرصه على تحفيظهم من القرآن وتعلم معانيه والعمل بما حفظوه، وهذه هي رؤيتنا أيضا أننا نكون هذا الجيل الذي يحفظ القرآن في صدره ويعمل به في يومه وليله وفي كل مكان أيضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معنا الشيخ صلاح الباروني. كيف تقيم تجربة مدرسة نور الهدى القرآنية في دبلن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمصداقا لهذا القول، فتجربة دبلن أو إيرلندا في تدريس القرآن كما تذكر من سنة 2000، فكانت يعني بعدد لا يتجاوز 3 مدرسين. ما شاء الله. وبعد هذه من سنة 2000 الآن أصبح حوالي تقريبا 4 مراكز، فيه ما يقارب أكثر من 1000 طالب، فيه ما يقارب 40 مدرس. ما شاء الله. والتدريس في كل الفترات، فيه بعد صلاة الفجر، في فترات الصباحية، وفي فترات المسائية والليلية، وفي فترات خلال الأسبوع وخلال الويكند أو في عطلة الأسبوع لمدة 25 سنة. فتبارك الرحمن، فكما قال ومصداقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله، فهذه نعمة، ونعمة القرآن يعني نعمة كبيرة. فنشكر الله عز وجل ونشكر المركز والمدرسة نور الهدى القرآنية والقائمين عليها على هذا المجهود، وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك أستاذ، شكرا. معنا الأخ أبو آدم من أرض الكنانة حفظه الله. كيف أخي الكريم تقيم تجربة مدرسة نور الهدى القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، إحنا يعني شايفين أن الحمد لله بفضل الله نعمة كبيرة جدا. المدرسة ديت في المركز هنا، مدرسة القرآنية في المركز هنا موجودة الحمد لله، وما شاء الله مستوى عدد كتير من الطلبة. تقييمي سريعا، الحمد لله أولادي كان عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع العربي وقراءة القرآن، الحمد لله ما شاء الله اتحسنوا كتير جدا بعد حوالي سنتين ما شاء الله، سنوات من الدراسة فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإحنا بنقوم بدورنا ونرسلهم المدرسة ونتابعهم في البيت، ولكن عايزين يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعين المدرسين والهيئة التدريس إن هم يعني يبدأوا يعني يزودوا شوية الأنشطة الخاصة باللغة العربية تحديدا يعني. شكرا يا أخي، بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير، الله يحفظك، ربنا يبارك فيكم. معنا أحد الشباب الذين ختموا القرآن في مدرسة نور الهدى القرآنية. عبود، ممكن تقول لنا متى بدأت حفظ القرآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن المحمي، طالب هون في القرآنية. بدأت أنا في سنة 2012-2013 تقريباً، 2012 كان عمري تقريباً 8 سنوات، والحمد لله بفضل الله تعالى أتممت حفظ كتاب الله في سنة 2021. فالحمد لله. صليت التراويح السنة هذه هنا، التراويح أو القيام؟ نعم، صليت أنا قيام الليل في هذا المسجد، في مسجد كرانسكي. الحمد لله كل سنة بيعطوا فرصة للطلاب إنه يصلوا فينا، وأنا الحمد لله اختاروني في رمضان الفات، وصليت يعني 2 ركعة في قيام الليل الحمد لله. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك، شكرا. آمين يا رب. الله يرزقك. ورحمة الله وبركاته. على كتاب الله يحمل اللقاء. بسم الله نفتتح حفظ الكريم بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم مجموعة من طلاب البرنامج الأول، فليتفضلوا مشغولين. أبا فاطمة. Yeah.
أنا جيت على غزة قبل سنتين، ما عدتش فيها إلا يومين. اسمعوا يا ناس، يلي بده عزة والتركيز يجي غزة، واللي بده رجال حق بالمدينة يجي غزة، واللي بده يتعرف على عز الدين يجي غزة. غزة يا ناس فإنها مثير، تخطأ ترك على مستحيل. أنا جاي أحكيكم مثل الحكاية، لن نعترف بإسرائيل. That brings the total number of the people who finished the whole Quran as you see in this tree. It's updated by the way, it's not the old one. They have 111 students, male and female, finished the whole Quran. These their names and their photos, and as you can notice that the pink color is more, and that reflects that the female, and the yellow color is for male. So applause for the female, because they're actually doing really, really good. So we have six people this year. We're going to call them one by one now. Su'ad Yunus Saleh. And there is one common thing between these four. Where is Dr. Naji? Sara and Naji Al-Hajj. Umniya Abdul Hafid Muhammad. Can we call his mom and his dad, Hisham and Usayba? That is Khalad Hisham Abdi. And at the last name, the presenter, Ahmed Anis. As the moms, I admit the moms are الله يبارك فيك. مبروك، جزاك الله خير. شرف لنا هذا والله، شرف لنا كبير. بارك الله فيك يا عمو، جزاك الله خير. السلام عليكم عمو. ختم القرآن هذه السنة ما شاء الله، الحمد لله بفضل الله. التقديم تاع الفقرات هنا الحمد لله. السلام عليكم، معكم أحمد، والحمد لله كنت من خاتمين القرآن هذه السنة، والحمد لله كنت إمام في القيام في المسجد ICCI في دبلن. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الحمد لله شرف لي أن أكون حامل من القرآن، بارك الله فيكم. جزاك الله خير عمو. السلام عليكم أخي، حياك الله، كيف حالك؟ طيب الله يبارك فيك. هل عندك أي اقتراح لمدرسة نور الهدى القرآنية؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، هي في اقتراح، يعني اقتراح صغير جدا، لكن يعني very important كما يقولون يعني بالإنجليزي. نعم. فيه هما بيزنج على اللغة العربية، يعني مش القرآن. القرآن يعني صحيح مليح الحفظ، لكن اللغة العربية هي الأولى، لأن ليش؟ يقدر يقرأ من كتاب وحده، يقدر يحفظ يعني لو يتعلم اللغة العربية يعني الصحيحة يعني. والاقتراح الثاني يحفظ القرآن هنا، لكن يحفظ اليوم مثلا قل هو الله، حتى أنا عندي بنتي حافظة 3 أحزاب، لكن تقول لها الماضي، تنسى القديم الماضي. يعني مراجعة قليلة مثلا. وهذا اقتراح، يعني التكرار لازم يعني في القرآن الكريم. لو ممكن تكررش القرآن
يعني خلاص هذه المشكلة وإن شاء الله. شكرا الشيخ يونس إن شاء الله يأخذ في هذا. إن شاء الله. شكرا أخي، بارك الله فيك، بارك الله. شكرا. السلام عليكم brother. I am Saif Al-Zaman. My daughter and son, they goes to this Nurul Huda school for the last number of years. Alhamdulillah, I like almost everything that they are doing. Like their structure, they are very disciplined. Communication-wise, they are very excellent. Like they send us email, they send us mobile text. So there are a few areas I think we can do a little bit better. For example, like, yes, like revision. For example, revision. Like, for example, my daughter, she finished almost half of the Quran. But when you see the first juz, second juz, so maybe, you know, we can she incorporate forgot. In the curriculum to do a little bit better. And then also another thing, like, you know, it could be, you know, like there is a long waiting list probably in the madrasa. So a lot of my friend, they contact me. So maybe capacity-wise, if we have more teacher, or if we can do, you know, accommodate more student, that would be really good. But overall, I'm really happy the way the madrasa is operating. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, Dr. Anis. حياك الله. كيف حالك طيب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير ونعمة. كيف كانت تجربة ابنك مع مدرسة نور هدى القرآنية وهل عندك أي اقتراح؟ والله نحن سعداء، أبلغ السعادة وأتم السعادة بسبب هذه المدرسة المباركة التي حبان الله بوجودها من حولنا، فقد تعلم الأولاد منها الأخلاق قبل أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. ما شاء الله. وأنا أدعو كل ولي أمر أن يهتم بهذا الأمر وأن يسارع في إلحاق أولاده بهذه المدرسة المباركة لكي يستمروا في قرآنهم الكريم وفي لغتهم العربية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه وأن يهدينا إلى إخلاص النية في هذا العمل المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا أخي كريم، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد الورداني، والد سجل الورداني. الحمد لله رب العالمين، ربنا تم علينا فضله ونعمته حفظ بنتي لكتاب الله ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل العاملين في المركز الإسلامي وفي مدرسة نور الهدى القرآنية، أخص بالذكر الدكتور محمد حفيز والدكتور يونس زلاوي على ما قدموه لنا خلال 10 سنوات بابنتي موجودة في المدرسة القرآنية. ما شاء الله. قدموا لنا كل الدعم وكل مساعدة وكل التفاني من كل المدرسين اللي كانوا بيساعدوا ابنتي في الحفظ. اللهم لك الحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في مدى حسنات الجميع. ما شاء الله. هذه الأمور كملت حفظ القرآن هذه السنة، نسأل الله تعالى يحفظها بحفظه. عندك شي كلمة للأساتذة اللي درسوك، الشيوخ أو أي شيء؟ الحمد لله إن أنا ختمت السنة هذه، وشكرا على كل المدرسات اللي ساعدوني في ختم القرآن، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. شكرا أخي كريم، السلام عليكم. ما شاء الله. فكانت مدرسة نور الهدى القرآنية نورا في هذه البلاد وفي هذه المدينة بالذات، وحيث إنه تم فيها يعني نشر افتتاح عدد من الفروع في عدة مدن، فكان لها أثر بالغ في تعليم النشأ القرآن. ونسأل ربنا أن يعلمهم العلم بالقرآن ونهج القرآن والعمل به، وأن يغر عيون والد الأولياء أولياء الأمور بهم إن شاء الله. معنا الآن محمد الفاسي وابنه عبود، ما شاء الله هذه السنة هذه أما بنا في صلاة القيام. فكيف كانت تجربتك مع مدرسة نور الهدى القرآنية وهل عندك أي اقتراح لهم؟ والله إني أشكرهم شكرا جزيلا، بارك الله فيهم، إن قاموا بالواجب بارك الله فيهم. والحمد لله إني أنا جد مبسوط من أدائهم، جزاهم الله خيرا. هل عندك أي اقتراح لهم ولا شيء؟ لا، ليس لدي اقتراح، بارك الله فيهم. شكرا. أشكرهم. شكرا. السلام عليكم. معنا الآن خلاد، ما شاء الله أتمم حفظ القرآن هذه السنة، إيش الشعور نتاعك في هذا الحفل الختامي؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خلاد أبو حميد، أنا أكملت القرآن الحمد لله في نور الهدى القرآنية، وأريد أن أشكر أبي وأمي وشيخي محمد علي و كل الناس يعني اللي علموني في هذه المدرسة. ما شاء الله. وإحساس جميل هو لما تكمل القرآن، تحس إن أنت عملت حاجة في حياتك، ترضي أمك، ترضي أبوك، ترضي الله تعالى. بس يعني
ففي جميل جدا بارك الله فيك يعني. شكرا هذا الشيء مور ذان دانينوف. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك فيك. ما شاء الله كما العاده دائما الاخ اسماعيل موجود في كل الحفلات كل مناسبات معكم. ايش عندك اليوم هنا قول لنا؟ ما شاء الله. السلام عليكم. عندي شويه، عندي كفته، عندي دجاج، عندي برجر، عندي مرقس. ما شاء الله كل خيرات مجموعه، كل خير موجودات ان شاء الله. حفظك الله ورعاك خويا. بارك الله فيك. شكرا خويا. بارك الله فيك. وهذا جولدن اوليف، هذا الريستوران موجود في كلونسكي موسك. ما شاء الله كل شيء فيه الخيرات موجوده، وموجود هناك في المسجد هناك الشوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماي نيم از رفيق الاسلام. اي هاف ا داتر اند سون ان Nurul Huda Quranic School, mashallah. So this institute is very good and very good for Muslim community, and my son and daughter get good Arabic and Quran memorized, and I hope to Nurul Huda Quranic School will be more new thing for Arabic language. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Thank you, brother. Thank you.